اليوم يولد من البتول. Our homeland, Egypt, is a crossroad to three continents and the cultural bridge between East and West. Like most Middle Eastern countries, Egypt is a predominantly Muslim nation. But for 2,000 years, since the arrival of Mark the Evangelist, there has been a Christian community in Egypt. We Christians have always played a vital role in Egyptian society. ده مستوصف الرابطات الألمانيات في المعادي من سنة 1929 بيتردد عليه كل يوم حوالي 500 لألف شخص. اوكي هنا الحوش. During the revolutions of 2011 and especially 2013, our contribution was significant. We are Muslims and Christians saying to the whole world worldwide, this is enough. قعدت شوية بقى بقيت أنزل الشارع مع الناس ولمع في الشارع ونظف في الشارع مع الناس ونمسح ونكنس. حسيت أن مصر هتبقى بتاعتي. مصر ملك الشعب المصري مش ملك حكومة الشعب المصري. In Tahrir Square, for example, they were all Egyptians standing next to each other. Muslims, Christians, the church was used as a makeshift hospital, the mosque was used as a makeshift hospital. Religion was not the issue. The issue was freedom versus oppression. But the transformative changes sweeping the region have brought a rise in radical Islam and in turn an increase in violent attacks against Christians. تنظيم مع الجهاديين السلفيين لأن في أنواع كثيرة من السلفيين في سيناء إن هم لازم إذا جهدوا في سبيل الإسلام معناها القتل ومعناها إن إحنا نموت الناس وما زال لسه ناس كثيرة في المسيحيين الأمريكان والأوروبيين مش فاهمين الإسلام على حقيقته. The troubles I face every time I go, like I go out, like on my way to work or like back home. As like a Christian girl, it's really awful because the harassment in the streets. They consider you kafir, not believer, and you must be killed. بعد ما خرجوا من الجنازة حصلت مشاكل وخلافات برا. لقينا ضرب نار كتير من اخواتنا المسلمين ضربوا خرطوش والشرطه حاولت تدخلت ورمت علينا احنا غزال قنابل مسيله للدموع. ليها فيديوهات وليها برضو قصص كبيره. ساعتها انا جريت كان العساكر بتجري علينا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بيجروا علينا بيضربونا ضرب الموت. وفي اشخاص كتير في فيديوهات ليها على النت زي مينا فليب زي في واحد سفير مش فاكر اسمه ايه دلوقتي ليهم فيديوهات على النت وهم الاخوان بيعذبوهم بعلم قيادات الاخوان. ساعتها كان في ضرب نار وكان في هم بيضربوا كل الاسلحه اللي ممكن تكون تتوقعها. هم كانوا متوقعين ده وعارفين هم رايحين يعملوا ايه. But like the cross tattooed on the wrists of young Coptic Christians as a sign of their faith and dedication in the face of persecution, Egyptian Christians have made an indelible mark on their country. Many vow to face the persecution head on for the sake of their faith and their homeland. للأسف مش عاوز أمشي عشان حاسس دي بلدي. لو مشيت يبقى أنا خاين الأمانة اللي أنا موجود فيها. قدمي كذا فرصة بس أنا كل ما بقعد أفكر بلاقي نفسي بتراجع. لو قدمت خطوة بتراجع 10 مرة. رحت دفعت الإيصال بتاع مقابلة السفير بعد كده تاني يوم سحبت فلوس ولكن عملت أي حاجة ما قدرتش. علشان تقدروا توصلوا للحقيقة بتاع الإسلام علشان نقدر نوصل لحرية حقيقية لديمقراطية حقيقية. كل اللي بيتعاش النهاردة حتى بعد الثورة لا فيش حرية ما فيش ديمقراطية في مصر ومن قبل السلفيين في مصر للمسيحيين وعايزين إن المسيحيين كلهم يسيبوا مصر ويسافروا إلى دول أوروبية أو إلى أمريكا أو إلى أستراليا علشان تبقى البلد ليهم هم بس. لكن إحنا ما زلنا أنا كرجل دين
بحاول أقول لا دي بلدنا وهنفضل فيها وهنعيش رغم كل الاضطهادات اللي احنا فيها، لأن احنا بنحب البلد وده وطننا مش ممكن نسيبه، وبنحاول نقول المسيحيين